بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد يوكلون لك عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله في كل لمحه ونفس عدد ما مساوى علم الله. يا من عودت أعد عاداتك باللطف البهج. اللهم يا محسي كل شيء عددا وعلما، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المحسي وعلى آله أكمل من أحصى الأنفاس والأوقات واللحظات في ذكرك وإرشاد عبيدك، فلم تصح منه غفلة لكمال مراقبته لمن أحصى كل شيء علما، صلاة تمنحنا بها مراقبة لأنفسنا وأقوالنا فلا نضل ولا ننسى، ونكون ممن أحصى أسماءك الحسنى تعلقا وتخلقا وتحققا، لنتحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم يا مبدئ يا معين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المبدئ المعين وعلى آله الذي بدأت به الأكوان من حضرة العدم وأعدت به الخلق من ظلام الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهداية، صلاة تبدي لي بها ما تبدي لنا بها ما خفي عنا من حقائق العلوم والفهوم، لنزداد إيمانا وخشية، وتعيد ذلك على جوارحنا طاعة، وعلى ألسنتنا بيانا وإرشادا، وعلى قلوبنا نورا ويقينا، وعلى أرواحنا شهودا، وعلى أسرارنا أنسا وحبا. يا الله يا من بدأ الخلق بالرحمة، أعد عاداتك علينا لتختمها لنا بالرحمة يا رحيم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. اللهم يا محيي يا مميت، يا من خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المحيي المميت وعلى آله الذي دعانا لما يحيينا، فأحييت به من استجاب لك، وأمت قلب من عصاه وأعرض عنه، صلاة تحيي بها أعمارنا بطاعتك وقلوبنا بذكرك وعقولنا بالتفكر في آلائك وآياتك، وتميت فينا كل مخالفة ومعصية وغفلة وحيرة، فنكون ممن قلت فيهم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. نكمل قراءة وشرح كتاب وحدة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية ببدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسفح المقطم بمدينة القاهرة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. الحديث 57، حديث السنة يوم عيد الفطر. إن شاء الله احنا مقبلين على عيد الفطر، ربنا يبارك لنا فيما بقي من رمضان ويعيننا على الإقامة والصيام والذكر والتلاوة، ويريد علينا رمضانات عديدة وأيام مديدة، يعيننا على ذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله أن يلهمنا ذلك. حديث السنة يوم عيد الفطر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وعنه من طريق ثان يأكلهن وترا. ظاهر الحديث أن السنة في يوم الفطر ألا يغدو واحد
ألا يغدو أحد للمصلى، يعني صلاة العيد، وصلاة العيد تكون مع الشروق. ألا يغدو أحد للمصلى إلا بعد أن يفطر، والمستحب أن يكون على التمر وأن يكون وترا. والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هل هذا معقول المعنى أم لا؟ فالجواب إن المعنى فيه ظاهر، وهو إظهار امتثال الأمر، لأنه لما أن كان صوم هذا اليوم محرما والمشروع فيه الأكل فبادر للامتثال وهو الأكل، ولو كان لغير ذلك لكان يأكل الشبع من الطعام. يعني لو كان بيأكل عشان جعان ما كانش هيأكل سبع تمرات، لأن سبع تمرات مش هتشبع رجل مثلا، أو ثلاث تمرات وتر. يبقى هو بيأكل ما لا يشبع امتثالا لأمر مولاه إن هذا اليوم يحرم صومه، فيعجل امتثال الأمر. يبقى العلة مش هو بيأكل عشان جعان، هو بيأكل امتثال الأمر، كما تعبد بالصيام يتعبد بالفطر. وبقي بحث على كونها تمرا وكونها وترا. ليه اختار التمر بالذات وليه خلاها وترا؟ عايزين نبحث في المسألة. فإما لأن ممكن يفطر بأي حاجة وبأي عدد وأي نوع، مشكلة برضو، لكن النبي اختار التمر، واختار أن يكون وتر، واختار أن يكون قبل صلاة العيد بعد طلوع الفجر، لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر. فلو أكل قبل طلوع الفجر يبقى ما امتثلش، لأنه هيشبه حال الصائم. فأما كونها تمرا فلوجوه، منها لحلاوتها. النبي كان يحب الحلو، الحاجة الحلوة كان النبي يحبها، علشان كده الناس تعرفوا في المولد النبوي يوزعوا حاجة حلوة، يقولك حلاوة المولد، ما بيقولوش مثلا ترشي المولد، بيقولوش مثلا كشري المولد ولا فسيخ المولد، يعني ما يقدموش حاجة حلوة. تملي يقولك حلاوة المولد. ليه بقى؟ لأن النبي يحب الحلو، وإحنا بنحتفل بالنبي فلازم نعمل الحاجة اللي النبي بيحبها كويس. وخصوصا كمان إن الحلاوة توافق الإيمان، الرسول يقولك ذاق حلاوة الإيمان، فالحلو في الحس يوافق الحلو في المعنى، فتعين على حلاوة الإيمان، لأن الحس له أثر في المعنى والمعنى له أثر في الحس، فسبحانه اللي جعل هذا كله. منها لحلاوتها، والحلاوة مما توافق الإيمان ويرق بها القلب، وقد جاء في ذلك أثر. الوجه الثاني، يعني لو ما عندكش تمر وعندك حاجة حلوة وعندك جبنة، افطر بالحاجة الحلوة وانزل روح صلي، وبعدين نبقى ناكل الجبنة ونمشي بعدين. لكن ايه، ما تحدقش، بدري بدري. طب ما عندكش غير الحاجة، خلاص امتثل بقى الامر وافطر، لان المطلوب هو الافطار، مش كده برضو؟ ولا تتكلف انك تجيب، لان النبي كان لا يتكلف المفقود ويرضى بالموجود، سنته كده، لا يتكلف المفقود ويرضى بالموجود، حال النبي كده. لكن احنا نشوف في البيت ايه ونقول احنا نفسنا في اللي مش موجود، يبقى البيت في كل الانواع، ونقول لا مش عايز انا اتعشى ده، طب ما في كذا، لا برضو ده، ويروح طالب هوم ديليفري، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى مش هي السنه بقى. وعشان كده الهوم ديليفري ده عمل ايه؟ عمل نشر مشكله السمنه المفرطه، بقت الناس نايمه وتاكل اكل مليان دهون وحركتهم قليله طول النهار قاعد على الكمبيوتر، فتربى ايه؟ اتربت ناس سمنه بقى، سمنه مفرطه. والنبي بيقول من علامات القيامه انتشار السمن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبح اكبر عمليه بتجرى في اوروبا وامريكا عمليات السمنه المفرطه، تزيد على عمليات التهاب الزائده والتهاب وعمليات الفتاك. تصور، فاصبح بسبب ايه؟ بسبب ان الناس بتطلب المفقود وتشتاق له وتاكل بنهم وعلى غير حاجه،
بس ساعات يبقى الواحد واكل وكل حاجه يقول لك انا نفسي اكل حاجه بس مش عارف ايه هي. يا سلام على الله، يعني مش عايز يدي نفسه حتى انه يجوع علشان يعرف هو عايز اكل ايه، مش عايز يدي نفسه هذه الفرصه. والسنه في الاكل انك انت ما تاكلش الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع، وحالك في الاكل ان تكون متعجلا، هي السنه كده. لكن على اي حال شوف النبي بقى حلاوه النبي ان هو ايه، بيرضى بالموجود. اكتر حاجه موجوده في المدينه ايامه ايه؟ التمر. خلاص يبقى يفطر تمر، والتمر اجتمع في ان هو موجود وبوفره وبكسره وموجود في كل بيت وحلو، يبقى اجتمعت فيه الحلاوه والوفره والوجود، فلم فلم يطلب المفقود صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني يترتب على هذا من الفقه استعمال الأشياء الحلوة إذا لم يوجد التمر، ومنها أنها أيسر الأشياء عندهم بالمدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما تيسر من الأشياء. ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن التكلف للفطر في ذلك اليوم مخالف للسنة، زي أهل مصر يقضوا العشر الأواخر بدل ما يخلوها للعبادة. كان زمان وأنا طفل كل بيوت مصر تقعد تعمل كحك، وياما وانا طفل امي وقفتني في الفران علشان اتابع السجار، يضيعوا علي العشرة وانا لازم اسمع كلامها، مستضعف ما اقدرش اقول لا. وبعدين يكتبوا اسمي على الفرق على السجار، يقول لك يسري اتحرق، يسري استوى، يسري اتباع. والله حاجات غريبة، يعني عادات غريبة، نضيع بقى العبادات بتاعتنا كلها. وياما يسري لما دخل الفرن، وياما خرج من الفرن، وياما شغلانه كبيره، لانها كانت حاله مستقره عند كل اهل مصر مش بيتنا بس، ده كان في الستينيات والسبعينيات ولحد يمكن منتصف السبعينيات كانت دي عاده مستقره. اول ما يجي العشر الاواخر الناس تترك العباده وقعدته للنهار، يعملوا كحك والقرص ومش عارف ايه، ويجيبوا الصادات ويطلعوا على الفران، كل ده بيتكلفوا ما يفطروا به في الفطر. يبقى دي مش سنة النبي، دي سنة الناس اللي نسيتهم سنة النبي. سنة النبي في العشر الأواخر الاعتكاف والعبادة وكثرة قراءة القرآن، وبعدين يوم الفطر اللي موجود افطر بس وخلاص، سهل. فهمت؟ فأدي سنة النبي بسيطة حلوة، ولا يسري اتحرق ولا يسري استوى ولا الكلام ده كله، خدت بالك؟ فدي بقت كانت مشكلة زمان. الحمد لله دلوقتي يعني ايه، لان الستات بقوا يشتغلوا، كان يعني زماننا معظم الستات في البيوت بيعملوا كده، دلوقتي الستات بقوا يشتغلوا وبقوا كمان خيبانين ما يعرفوش يعملوا كحك ولا بس كل في البيت، فاصبحوا بيشتروا جاهز، فالحكاية اتحلت الحمد لله، ربنا حلها. كان زماننا برضو واقفين في الفرن بنوضب لان العيد قرب، الحمد لله الذي هدانا لهذا. ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن التكلف، شوف كلام مهم، أن التكلف للفطر في ذلك اليوم مخالف للسنة، لأنه تكون النفس مشغولة بذلك. ده ممكن ناس فقراء يضطر يروح يستلف ويتداين، عشان إزاي كل الناس بتعمل كحك وهو ما بيعملش كحك، ولاده يقعدوا يعيطوا زي الجيران ما بيعملوا كحك، يا بابا احنا كمان عايزين ماما تعمل لنا كحك، يروح الراجل من دول مسكين يستلف علشان بابا يفرح ماما، فالشغلانه بقت صعبه. فهمت ازاي؟ وكان هو صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم همتهم الاخره، كان اعمالهم كلها همتهم ونهمهم. احنا نهمنا في الاكل مثلا وفي اللبس وجمع المال وجمع الحطام، لا ده نهم النبي خلاه في طلب الآخرة. يبقى النهم خليه موجود وكل حاجة، بس بدل ما تخليه في الدنيا خلي نهم للآخرة. فكان نهم الصحابة في إيه؟ في طلب أحوال الآخرة، حتى أنه روي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أنه كان يقول لأهله، ستنا فاطمة النبوية سيدة نساء العالمين، ربنا ينفعنا ببركاتها وبذريتها وبأبيها، أنه كان يقول لأهله اعملوا الطعام مشروبا ولا تعملوه مأكولا، لأن بين المأكول والمشروب كذا وكذا آية. يعني عايزين الطعام بتاعنا
نشربه بدل ما نقعد نندغه ونعمل، لان فين الندغ وعلى نندغ ونعمل وبتاع، كنا قارينا كذا آية وسبحنا كذا تسبيح. وشفت قد ايه لهذه الدرجة كان احساسهم بالوقت، لأن بين المأكول والمشروب كذا وكذا آية. فما كانوا رضوان الله عليهم يأخذون من الدنيا إلا قدر الضرورة، اللي بيسموها الزهد بقى، الزهد اللي هو إيه؟ أن تأخذ من الدنيا بقدر الضرورة ومن الحلال الصرف. هي دي الإنسان اللي هو بتاع أهل الآخرة، اللي هو فعلا دول أهل الجنة، اللي يأخذ من الدنيا بقدر الضرورة وبشرط أن يكون من الحلال الصرف. الشبهة يبعد عنه، حتى الشبهة يبعد عنه. واحتمل المجموع، احتمل ان ايه؟ ان العلة كل مجموع اللي فات ده، انه متيسر وانه حلو وانه غير متكلف وانه سهل ياكله بسرعة وانه احتمل كل هذا، وانه مش محتاج انه يقعد يطبخه، ومش محتاج انه هو ينزل السوق يشتريه، ومش محتاجه التمر تاخده على طول تاكله، مش محتاج تحضير. فكل الحاجات دي اختار النبي من قبل هذا. واما كونها وترا فيحتمل ان يكون على معنى التداوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ودي سنة نبوية لطيفة لو جربتها. وعلى فكرة الناس افتكروا ان عجوة يقصدوا عجوة المدينة، فغلوا العجوة المدينة على الناس. تروح تشتري عجوة من المدينة يقول لك الكيلو ب80 ريال وب100 ريال. لا بقى، النبي اي العجوة، اي عجوة، تجيب عجوة الواحات، عجوة مصر، عجوة العراق، عجوة اي بلد، ما هو كلها ارض وتربة، واللي بينبت هو الله. والنبي جاء لكل ارض ولكل تربة ولكل عصر، فمن ضيقش كلام النبي. في ناس يقولك لا ده انا بيتي ما يخلوش من تمر المدينه. يا سلام، هذا يعني اي تمر، خد سبع تمرات كل يوم عري، ربنا يكرمك ويمنع عنك السحر والسم. ده حديث على فكره صحيح: من تصبح بسبع تمرات عجوه. ما فيش ولا روايه عن عجوات المدينه، سهله يعني. يبقى اي حاجه، وخد بالك انك انت لما تطلب وانت في مصر تطلب عجوه المدينه، يبقى مش سنه النبي. سنه النبي لا يطلب المفقود بل يرضى بالموجود. فهمت بقى المساله؟ فعندك عجوه في ماليزيا، خد عجوه ماليزيا. عندك في جاوة، خد عجوه جاوة. عجوه مالي، خد مالي. وانا مالي ما تتخناش. اللي موجود في بلدك هو لا نعمة، لأنه كله صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحكاية سهلة. يبقى من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وقال لك سبعة دي وتر، يبقى ربما النبي كان بيأكلها وترا بغرض التداوي بجاء، ربما. وربما أن النبي برضو كان يقصد التعجيل بالامتثال الأمر، فجمع امتثال الامر وهو الفطر والتداوي بجعلها سبعة، فيجمع كل الاوامر في فعل واحد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان تكون على وجه التبرك، ان خلاها وتر على وجه التبرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ان الله وتر يحب الوتر. فيكون استفتاح هذه العبادة بما هو مستحب وهي الوترية، كما سن في الاستحجار اللي هو الاستجمار يعني الواجب الإنقاء والسنة الوترية. في الاستجمار لما تستعمل الاستجمار لإزالة النجاسة الخارجة من المحلين، اللي هو الوقت بيحل محل ورق الكلينكس، يبقى إيه؟ يسن ثلاث مسحات، ما يقلش عن ثلاثة. الواجب ثلاثة فما زاد إلى الإنقاء، فإن تم الإنقاء بشفع يسن الإيطار، فلو تم الإنقاء بالمسحة الرابعة يبقى يسن تمسح خمسة، تم الإنقاء بالمسحة السادسة يبقى يسن تخليها سبعة. علشان كده بيقول لك: كما سن في الاستحجار الواجب الإنقاء، يبقى الواجب هو الإنقاء، والسنة إنك تخليها وتر. واضح؟ ويحتمل في تحريك السبابة في التشهد، لما تيجي تتشهد كده بترفع السبابة
عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله بتاعت إيد اليمنى وبتبقى مجمع إيدك كده الخنصر والمنصر ضمنهم وحاطط طرف الإبهام في طرف الوسطى وقاعد كده هو وعينك على السبابة، يبقى في أثناء الجلوس التشهد عينك عليه على السبابة اليمنى. طيب وانت واقف بتقرأ القرآن عينك على موضع سجودك. طب وانت راكع عينك على رجليك. كل ده أجمع لإيد خاطرك، واضح؟ يبقى انت بتقول تقرأ التشهد وعينك على السبابة. أول ما تقول أشهد أن لا إله إلا عند قولك الله تروح رافعها وتثبتها كده إلى أن تسلم. ده اختيار الشافعية، واختيار المالكية تقعد تحركها كده حتى تسلم، واخد بالك؟ الشافعية قال لك إن الحركة على حسب القاعدة، الحركة الزائدة في الصلاة قد تبطلها، وأقل ما يقال أنها مكروهة، ولذا اختاروا تثبتها، واضح؟ وتكون الإشارة بمسبحة بمسبحة اليمنى، فإن قطعت اليمنى وله يد يسرى لا يشير، سقط عنه الإشارة، ولا يشير بإيديه الاثنين زي ما بيعملوا الأطفال، يقعد جنب أبوه يقعد إيه يعمل بصوابه الاثنين كده يمين وشمال، ده شغل الأطفال. تقوم تعلم طفلك تقول له لا، يدك الشمال تبقى مفرودة كده وحطيتها على ركبتك وفخدك في اتجاه القبلة، الصوابع والإبهام مفتوح كده زي نفس حالة إيدك وأنت بتكبر تكبير الإحرام، تحط الإيد الشمال بالوضع ده وتيجي الإيد التانية تبقى إيه ضممها كده، وأول ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تروح رافعها، كويس؟ يبقى دي إشارة وترية برضه أن الله واحد. ويحتمل في تحريك السبابة أبي جمرة ملك، والملكية يحركوا السبابة طول التشهد، عشان كده بيتكلم على اعتقادي مذهبي. إحنا نقول والإشارة بالسبابة في التشهد، الشافعية بقى مش هقول تحريك السبابة، والإشارة بالسبابة وفق مذهبنا. ويحتمل المجموع في تحريك السبابة في التشهد على أحد الوجوه أنه يعتقد بتحريكها أن الله واحد، ويحتمل المجموع أن تكون تنبيها على الوحدانية ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد كما جاءوا أكثر من ذلك. الوجه الثالث فيه من الفقه أن حقيقة الخير هو نفس الامتثال، اللي هو أنك أنت تسارع لطاعة المولد، هي دي الخير الحقيقي، فيما أحبته النفس أو كرهته. انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني حبته النفس، وثقالا يعني كرهته النفس. فإن جاء ما تحب في الامتثال مثل هذا الموضع وأشباهه، يعني إيه؟ أنت بتحب التمر أصلا، طبعا بتحب التمر، وجاء يوم الفطر قال لك كل تمرة بنروح، يا الحمد لله بركة يا جماعة، أصبح التكليف موافق طبعا خير، لكن هيجي لك تكاليف أخرى مش هتوافق طبعا، يبقى لازم تمتثل فيما يوافق طبعك وفيما يخالف طبعك، لأن العلة هي الامتثال وليس موافقة الطبع، واضح؟ فهو من جملة النعم لأنها تفعل ما تحب وتكون فيه مأجورة. ومما يقوي ما قلنا ما جاء عنه عليه السلام في عيد الأضحى أنه كان يخرج للمصلى ولا يأكل شيئا، في عيد الأضحى العكس بقى، يخرج يصلي العيد وهو صائم ولا حتى يشرب مية، عشان يبقى أول فطره على ما أراق دمه لله، يبقى برضه هي امتثال. فكان يفطر على إيه؟ على زيادة كبد الأضحية، لأن أول طعام هياكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. يبقى شوف النبي عايش في الدنيا كل فكره بحال أهل وحال الآخرة، ورابط عملك في الدنيا بعمل أهل الجنة، يبقى مفوقك مش مخليك منغمس في الحس وفي الدنيا بس، لا ده باستمرار تعمل الحاجة تقوم يربطها لك بالحاجة اللي في الآخر اللي هي الأمور الغيبية وما تنساش، وزيادة الكبد اللي هو الفص الزايد في الكبد بدلدل كده، هاخد بالك يسموه رايدز لوب في الأناتومي بتاع الجراحين، تلاقي حتة زايدة في الكبد كده كأنها صباع يشير بالوحدانية، حتى لو تدلدلها كده
فكان النبي برضو يحب يأكل هذه الزيادة لأنها فيها الإشارة بالوحدانية، ولأن الكبد أسرع الأعضاء في أنها تستوي وتنضج تمام. فكل ده يقوم النبي يجمع لك كل الحاجات دي وتبقى سنته كده جميلة، فتلاقي سنة النبي جميلة من جميع الوجوه. انت ما أكلتش ونازل صايم وصليت العيد ودبحت وعلى ما تجزر جاك كنت جعت، فتاخد الحاجة اللي تستوي بسرعة تاكلها وتبقى ممتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عملوا ايه؟ غيروا العادة، يذبحوا قبل الفجر من بالليل ويقعدوا طول الليل يطبخوا ويعملوا مش عارف ايه وياكلوا ويتكرعوا ويعملوا، وبعدين يروحوا على المصلى واكلين شاربين ودبحوا قبل الصلاه. غيروا السنه ومعالم السنه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من ذبح قبل صلاتنا فهي شاة لحم، ولكن من صلى صلاتنا ونسك نسكه فهو له نسك. لكن الناس لا، ده يعني انا اعرف ناس كتير يبقى عنده ذبيحه يذبحها بالليل وذبيحه ثانيه يعملها نسك الصبح، واخد بالك؟ ذبيحه بالليل دي يقول لك علشان ناكل ونوزع على الناس وبتاع، ما يتقلبش دماغنا بقى ويقولنا الناس الغلابه الصبح وبتاع، لا احنا نخلص من المساله دي وبعدين احنا بقى نذبح ثاني على رواقه بقى ويحطها في الديب فريزر بقى ويخزنها ويقعد بقى ايه يلغط فيها شهر. المساله مش كده، المسألة مش كده، واخد بالك؟ يلهف بلغة المصريين يعني يأكل بتفاصل، تفاصل لغة المصريين يعني يأكل بنهم، لأنه في ناس غير مصريين هنا ممكن ما يفهمش يعني يلهف، واخد بالك؟ يلهف يعني يأكل بسرعة لدرجة إنه مش عايز يندق من كتر نهمه يوم يصوت. عايز تشوفها؟ شوف الناس يقول تاكل الفتة يقول لك ده بيلهطوا الفتة لط يعني ما بيندغهاش. تاخد بالك من لغة المصريين مهمة عشان تفهم التعبيرات بتاعتها. ومما يقوي ما قلنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى أنه كان يخرج للمصلى ولا يأكل شيئا حتى يقرب أضحيته أو هديه، وأول ما يأكل منه زيادة الكبد لأنه أقرب ما يفعل الآدمي في يوم النحر إراقة الدم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون فطره على ما فيه رضا مولاه. عشان كده فهمت كلام النبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. تلاقي النبي كل حياته بيه، كل لفتاته وكل أقواله وكل أعماله تقربه من مولاه صلى الله عليه وسلم. واللي يمشي ورا سنة النبي هيلاقي نفسه أكل وراسة نبوية محمدية، ناخدها على طريق الوراثة وليس على طريق الأصالة. فالأصالة في النبي وفي نحن وراثة صلى الله عليه وسلم. وهنا بحث، لما كان صلى الله عليه وسلم يأكل أولا زيادة الكبد؟ طب ليه ما اختارش ده؟ النبي كان يحب الزراعة، معروف الحكاية دي. كان النبي لما يذبحوا شاة يصدقوا كلها ما عدا الزراعة ويطبخوا الزراعة للنبي عشان النبي يحب الزراعة. طب اشمعنى يعني في الأضحية ياكل الكبد؟ فهم؟ ما برضه عايز سؤال تاني. لما كان صلى الله عليه وسلم يأكل أولا زيادة الكبد؟ فذلك والله أعلم لكي يقع التشبه في ذلك بأهل الجنة، لأنه روي أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت الذي عليه مدار الأراضين، واحتمل أن يكون بدأ به لأنه كالأصبع قائم فيكون فيه إشارة إلى الوحدانية، ويحتمل أن يكون بدأ به لمجموع ما ذكرناه والله أعلم. ويترتب على هذا من الفقه أيضا الذي يفعله اليوم المترفون من أبناء الدنيا كونهم يقدمون من أول ليلة العيد لحما ويطبخون الألوان ويأكلون قبل ذبح الأضحية، هذا هو فعل الذي يضحي منهم، وأكثرهم مخالفون للسنة بتركها البتة، ولذلك قد تتكون معارف الشرع بالبدع والمخالفات التي أقاموها لأنفسهم، ويحتجون بأن يقولوا هذه عادة الناس. وكيف نقول ناسا لمن تركوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويؤثرون عادة نفوسهم الذميمة؟ وفي أكله عليه السلام يوم الفطر أيضا قبل الغدو فائدة أخرى، وهي تقدير قاعدة شرعية بالفعل،
لأنه كما تقدم لنا في غير ما موضع أن تقعيد عليه السلام القواعد الشرعية وأحكامها بالفعل أبلغ من القول يعني. وبقي بحث في من لم يجد ولم يقدر على الطمع ولا على شيء حلم، فالجواب أن نقول إنما يؤمر بذلك مع الإمكان، وعند عدم الإمكان قام العذر وصاحب العذر مسامح بالترك، لكنه يفطر ولو على الماء حتى يحصل له نسبة ما في الاتباعية، لأنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يجد تمرا وكان صائما يفطر على الماء، وتكون نيته أن لو قدر على ما ذكر فعل، وإن لم يجد ماء يعمله ولا شيئا فينوي الفطر بالنية، وإن يسر الله له بعد ذلك في شيء أكل ولا يجوز خلاف ذلك. ولذلك قال عدمك الإمكان بما أمرت به عذر، إذا عدمت إمكان ما أمرت به فده عذر رافع عنك المخالفة، وتركك إياه المأمور به مع الإمكان له وزر لأنه مخالفة للسنة، وطالب العذر مع الإمكان مضيع. فهمت كلام العلماء بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وربنا يوفقنا ويعلمنا ويجعلنا من المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا من لا إله إلا هو ندعوك مخلصين لك الدين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحي وعلى آله الذي توكل على الحي الذي لا يموت فأحييت به الأكوان والأرواح والقلوب، فكان للأكوان كالعافية للأبدان، صلاة نستمد بها من الحي حياة أرواحنا من العلم والمعرفة، فنحيا بها حياة طيبة ومعيشة هنية يا حي يا الله، وأن تورثنا من نبينا ببركة هذا الاسم حياة لكل أرض ننزل بها وكل إنسان يلوذ بنا. اللهم يا قيوم يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القيوم وعلى آله الذي جاء بأعباء الرسالة الذي قام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وقام على شكرك أحق قيام، وقام بهداية خلقك خير قيام، فكان الناصح الأمين الرؤوف الرحيم صلاة تورثنا بها قياما على ما وليتنا عليه من نفس ونساء وعيال، فلا نقصر في رعاية أو عناية أو هداية، فنكون قائمين بك متحققين بذلك فانين في ذاتك يا حي يا قيوم. اللهم يا واجد وكل من دونه فاقد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواجد وعلى آله الذي وجدته يتيما لا مثل له فآويته، ووجدته محبا لذاتك فهديته وهديت به وهديت إليه، ووجدته يحب أن يعول الخلق فأغنيته، وجعلت مفاتح خزائن الأرض بيده، صلاة ترزقنا بها وجدا نستغني به عن طلبنا، وفقدا عن أنفسنا فلا نختار إلا ما تختار يا من يخلق ما يشاء ويختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.